السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم. سعيدة جدا ألتقيكم على الهواء مباشرة عبر فضائية الشروق، برنامج في الموعد. دوما بنكون في الموعد في الموضوعات المختلفة اللي عندها علاقة مباشرة بالمشاهد الكريم وين ما كان بتعرض لها بشكل أو بآخر. اليوم واحد من الموضوعات اللي ممكن نحن نكون تعرضنا لها أو شخص قريب مننا يتناولها في جانب من جوانب حياته، اللي هو لما نتكلم عن الطب البديل أو الطب الأعشاب أو العلاج البديل. دي كلها ممكن تكون هي مسميات. لو جينا للتعريف بنقول إنه هي أي نوع من أنواع وسائل المعالجة مغايرة للطب التقليدي. الطب التقليدي اللي هو الطب الحديث العلمي المعروف، إنه يكون عندك أي إصابة بمرض وتتجه لطبيب متخصص. فهنا جاء الطب البديل وطب الأعشاب. بالأعشاب المعروفة اللي عندنا في البيت، وشفنا يمكن احنا في فترة الكورونا شفنا العلاجات البديلة والعلاجات بالأعشاب ساهمت كثير في انه يكون في وقاية. ولكن في بعض من الأشخاص ممكن يكونوا ما عندهم القناعة التامة بالطب البديل، والبعض الآخر العكس تماما بيشوف انه علاجاته كلها وحلول المشاكل ممكن تكون هي في الطب البديل. أنا سعيدة اليوم أن يكون في تفاعل ما بيني وبين كل المشاهدين الكرام. إن شاء الله هيكون في رقم للتواصل حيظهر على الشاشة، ونشوف أي تجربة هي ممكن تكون ناجحة أو غيره يتعامل مع الطب البديل ويتكلمنا عن تجربته، لأنه نوصل الاستفادة الكاملة للمشاهد الكريم اللي بتابعنا. حيتكلم عن أنواع للطب البديل اللي هو ممكن يكون الأعشاب، اليوغا، الإبر الصينية، التنويم المغناطيسي وغيرها من البدائل الممكن تكون للطب أو للعلاجات. حتكون إن شاء الله معي ضيفة داخل الاستوديو، إن شاء الله تصل بالسلامة، دكتورة هالة شو. حتواصل بتأكيد معاكم، وسعيدة جدا بتواصلكم وسماع أصواتكم إن شاء الله عبر الهاتف. ولكن ده لحن البداية بهديه لكل اللي بيتابعونا الآن، نستمع له والفنانة شاهين. صقر الجديان العالي المقام، السودان بلد الأخوان، هيا السودان بلد الحبان، السودان بلد الأخوان، هيا السودان عز الأوطان. أنا أتكلم أرادي مش كل يوم قدام، ويكلم أرادي مش كل يوم يوم قدام. أبا 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 شكل فيافي ودنيل شكل فيافي بكف الفيا والمافيا البار نشاد ويقول ابو كان فقد عيا الفقر كان فيا نقول من الله بليع والغني كان فيا نقول هني الفقر كان فيا نقول من الله بليع جا
الغني كان فيها نقول هنية. شنو المافيا وشنو المافيا؟ وكل ابو كان فوق سعيا، الفقر كان فيها نقول من الله بليا، والغني كان فيها نقول هنيا. شنو المافيا وشنو المافيا؟ أهلا ومرحبا جديد مشاهدينا في كل مكان. كل التحايا للفنانة الجميلة شادي، إنه هي دائما بتنقل اللوحات الفنية المختلفة والتراث السوداني المتميز في الإيقاع وأيضا في الأزياء لكل أنحاء البلاد وحتى خارج البلاد. عندها كثير من المشاركات، نحب نحييها وبنشكرها جدا على اهتمامها الكبير جدا بنقل التراث السوداني وتراث المنطقة تحديدا إلى الخارج. بدينا موضوع حلقتنا اليوم نتكلم عن العلاج البديل أو الطب البديل. كثير مننا عنده تجارب مع الطب البديل. في البعض بيقول لك إنه مشيت وجيت وجربت كثير من الأعشاب ولكن بدون أي نتائج تذكر أو واضحة، وفي البعض الآخر اللي هو ما مقتنع أصلاً بإنه هو
يجرب بدائل للطب التقليدي أو الطب المعروف الحديث في أنه هو يتجه لأي طبيب ويتعالج بالأعشاب. في أحيان كثيرة بيكون الحديث للأطباء أو المتخصصين في الطب البديل في أنه أنت حتى لو ما اتعالجت ما بيحصل لك ضرر، لأنه هي دي أعشاب في الأخير، هي ما مواد ممكن تكون كيميائية وما عندها أضرار. وفي حالات أثبتت نجاحها ونجحت، يعني ممكن تكون الإرادة، وده يمكن مربوط أيضا بالنواحي النفسية، لأنه كثير من الأمراض هي ما بتكون أمراض جسدية فقط ولكن فيها الجوانب النفسية. لما يكون في شخص مريض عنده قناعة تامة في إنه هو علاجه حيكون عن طريق الأعشاب، فبالتالي العوامل النفسية بتساعد بشكل أو بآخر في إنه هذا الشخص يصل مرحلة من العلاج، لأنه هو داخلين عنده قناعة وعنده سلام نفسي بأنه الأعشاب أو الطب البديل ممكن يكون حل لمشكلته أو للأمراض. قابلت يمكن برضو كثير من الحالات وكثير من المتخصصين في الطب البديل بيقول أنه لقوا عشبة لعلاج السكري ولقوا عشبة لعلاج الضغط، وده موجود هنا عندنا في السودان. والكثير بيجربوا الجانبين، الجانب الطب الحديث التقليدي وأيضا الطب البديل. يعني حتى كثير من الأحصائيات أظهرت في الآونة الأخيرة أنه 30% من الناس هم بيستخدموا العلاجات البديلة. أيضا في كثير من الحالات هي بتجمع المركبات أو الأعشاب دي ما بين الجسدية وما بين النفسية. زي ما ذكرت في بداية حديثي أنه المرض ممكن يكون هو ماخذ الطابع النفسي أكبر، والجوانب النفسية لما تكون هي معالجة العلاج الجسدي بيكون أسهل وبيكون أسرع. يعني 50% الجوانب النفسية والبعض الآخر ما بيكون فيه أي صعوبة. في الآونة الأخيرة أيضا في طلب نوعا ما متزايد ممكن يكون للطب البديل، وفي سعي له، وعنده طبعا مدارس هي مختلفة وفي خطوات معينة ممكن تكون للعلاج عبر الطب البديل. أيضا في فحوصات معينة بيقوموا بها المتخصصين، حتى متخصصين في الطب البديل هم أسماء مختلفة مدارس مختلفة، وشفناهم في السودان عندهم أيضا مسميات مختلفة. بتبقى الإشكالية إذا كان هو النظرة للطب البديل هي نظرة تجارية، هنا بتبقى المشكلة في إنه يعني صحة الإنسان ما ممكن نحن نتعامل معها بجوانب تجارية، لأنه ما حنصل لنتيجة والتجربة حتجيب في بدايتها ما حتواصل للأمام. ولكن لما يكون المصلحة في الأول وفي الأخير هي المعالجة، فعلا المعالجة وفعلا الإيجاد الحلول لكثير من المشاكل الجسدية والصحية، هنا ممكن الطب البديل يقدر يثبت أقدامه بشكل أكبر جدا في المجتمعات عموما وفي المجتمع السوداني أيضا تحديدا. أيضا في فرضيات بتعتقد أنه في المستقبل القريب أنه الطب البديل حياخد مساحة أكبر وحياخد شكل أو آخر من الاهتمام بصورة أوسع. حاخد أول اتصال معانا اليوم في الحلقة. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام عبد القادر، مرحبا بك. مساء الخير، كيف الحال؟ الله يخليك، تسلم. صوتك ما واضح يا عبد القادر. عبد القادر، انا من البلطاب. مرحبا بك. المناجل، غرب المناجل يا استاذ. مرحبا بك كثير، نورتنا اليوم عبر فضائيه الشروق. مرحبا بك كثير، انت معانا على الهواء مباشره ونحن نتكلم عن الطب البديل والعلاج بالاعشاب. مريت بتجربه عبر الطب البديل؟ احتجت انك تمشي وتبحث عن العلاج بالاعشاب؟ والله يا استاذ الحمد لله رب العالمين ما مريت باي تجربه، لكن حسب الاستماع وبسمع من الناس انه مروا بتجارب وعلاج فعال شديد ونجح بصوره ايجابيه شديده الحمد لله رب العالمين. بعض من الناس كثير يعني لقوا الطب البديل طب الاعشاب فيه فائده وفي ناس تعالجت به. في البعض الاخر شايف انه ده ممكن يكون مضي على الزمن والقروش، انت رايك شنو؟ لا لا والله ما في على الزمن والقروش، في علاج لازم تعالجت به، يعني في إيجابية كويسة للعلاج فيه وناس استفادت منه وناس تعالجت به. بتعرف ناس معينين حولك؟
والله حولينا احنا في غوره يا استاذ ارياف برا. ايوه بيعتمدوا اعتماد كلي على الطب البديل. في ناس بعض الناس معتمدين على الطب البديل، بعض الناس معتمدين على الطب هسه في الكورونا برضه يا عبد القادر الناس لجأت للعلاج بالاعشاب، يعني بقت تبحث. الناس لجأت للعلاج بالاعشاب، الواحد عندنا هنا ما لو جاب التهاب لو جات نزله يقول لك دي بس كورونا على القرب. ايوه. وبعض الاعشاب. ايوه. وبتلقاه سبحان الله تماثل للشفاء يعني. سبحان الله والله عندنا نزله بعض الناس لحد اذا جاوا حاله التهابيه او جاوا نزله تمشي للقرب ولا تركضي. خلاص حيتصنف كورونا طوالي. وبدعالك سبحان الله يعني ما بدعالك صح. القرض ده بقول لك انه ممكن بخور وممكن انت تحاول تتناول يعني بيفهمك عادي. في ناس يعني بيعملوا نظام بيدلوه في مويه مع كركديه بيحاولوا يشربوا منه، في بعض الناس بيطحنوه يعني بدقوه. ايوه انا بشكرك جدا عبد القادر على المداخله وعلى حديثك وكلام طيب قلته فيه حق الطب البديل، بشكرك جدا عليه. هي ممكن تجارب نحن نقولها على الهواء مباشرة ما بين مؤيد وما بين ممكن يكون معارض، لكن في الأخير أنت ما بيحصل لك أي ضرر في أنه أنت اتناولت الأعشاب، يعني مثلا ما بيكون في ضرر لأن هي ما بتضرك، حتى لو ما أدتك العلاج وتماثلت للشفاء ما بتضرك ضرر واضح، ما زي لما يكون في علاج كيميائي وداخل فيه كثير من المواد المختلفة أو المواد الحافظة اللي ممكن يكون عندها أثار جانبية. لكن على حسب معرفتي أنه العلاج بالأعشاب أو الطب البديل ما عنده أي آثار جانبية، أو إذا أنت أكثرت منه يعني تناولته بشكل كثير جدا ممكن يكون عنده بعض الآثار الجانبية ممكن تظهر عليك ويكون في اختلاف في طبيعة حياتك. حاخد برضو إن شاء الله بعض التجارب الممكن هم يتواصلوا معنا على الهواء مباشرة ونشوف إذا في تجربة واضحة عشان المشاهد يستفيد منها بشكل أو بآخر، ونعرف أنه هل الناس مع الطب الحديث والتقليدي يلجوا أيضا للطب البديل كمحاولة للمساعدة بشكل أكبر، ولا ممكن نكتفي بالطب التقليدي المعروف. حنطلع مع بعض إهداء لكم مشاهدينا في كل مكان داخل السودان وخارج السودان، نستمع مع بعض للحن القادم. روحي ما خنوقه
أقول بالله زراني جديد مشاهدينا في كل مكان، وتواصل معكم برنامج في المواعيد على الهواء مباشرة. وموضوع حلقتنا اليوم الطب البديل أو العلاج بالأعشاب، وسعيدة جدا تكون ضيفتي في المساحة دي دكتورة هالة شو. مرحبا بك كثير. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك ومساء الخير على المشاهدين خارج وداخل السودان. أتمنى لهم أوقات جميلة ومفيدة معنا إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وأنا بتأثر جدا والله، شارع زحمة وقدر ما أقدر حاولت على حد يعني. الحمد لله إنه أنت موجودة معنا الآن، لأنه عندنا معلومات مهمة جدا ولازم نعرفها. معلومات هي كثيرة كمتخصصة. أيوة، وعرفت من الوقت شوية يعني أنا تأخرتها، لكن بنحاول نفيد المشاهدين. هاخذ منك إن شاء الله أكبر قدر من المعلومات نقدمها إن شاء الله للمشاهد الكريم في كل مكان. بستأذنك وكل المشاهدين في فاصل قصير، إن شاء الله نرجع من بعده. أهلا ومرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان، بتواصل معكم وسعيدة بوجودك دكتورة هالة شو. نتكلم عن الطب البديل والعلاج بالأعشاب أو طب الأعشاب. نعم. وكتعريف له إن هو ممكن تكون أي وسائل معالجة غير الطب التقليدي الحديث المعروف. نعم. والله يا رشا، في أمراض مرات يعني الناس بتقول لك والله إحنا تعالجنا كثير ومشينا ووصلوا مرحلة بتاعت إحباط ومرحلة بتاعت يأس. هنا بنقول لهم الطب البديل الأعشاب الموجودة ممكن خلال المطبخ، المنزل، النعناع، القرض، حاجتنا البلدية. على فكرة القرض ده مهم جدا، وفي مادة بتاعت البنسلين. أيوة. وفي علاج للالتهاب ولكثير من الأمراض. وبرضو عندنا الجنزبيل، وعندنا القرفة، وزي ما ذكرت النعناع، وحتى الأكل بالمناسبة. لما إحنا ديلا نخصص أنواع معينة من الأكل قد تكون علاج. يعني في ناس يقول لك زهقنا من الادويه والله جد. والله احنا بناخذ فتره طويله احنا بنعالج. احنا بنقول لهم طوالي المطبخ، انا دائما بقول لهم شنو، الصيدليه في الصيدليه العشبيه في البيت. نخصص زولاب موجود كل بالمناسبه، عندنا المحاريب، عندنا الحرجل، حاجاتنا السودانيه جميله جدا بتعالج الالتهاب وحاجات ممكن تفيد الاطفال بنسبه طبعا معينه. الطب البديل فيه هو الاعشاب زي ما ذكرتها كثيره جدا ومفيده جدا. وبرضه بالمناسبه بتخش في مجال التجميل. يعني انا لو عايز اتكلم مثلا بعشبه الجنسج. عشبه الجنسج هي عشبه اسيويه وفيها انواع معروفه. اسيويه؟ اسيويه في شرق اسيا، فيها الامريكي وفيها الياباني وفيها الهندي. عشبه بتقوم بين 7 سنين و5 سنين، يعني احنا بنزرعها بننتظر 5 سنين و7 سنين علشان تقوم. لكن فيها فوائد رهيبه جدا، واسمها العشبه السحريه. حتى الناس لو دخلوا النت ممكن يقروا عنها، فيها فوائد رهيبه جدا وعظيمه جدا للالتهاب وللاكزيمه وللحساسيه وللضمور وللنقص، نقص الدم او ضعف الدم، وبتنشط الدوره الدمويه. فيها فوائد كبيره ورهيبه. وانا زي ما عرفت ان الوقت ضيق شديد، يعني مهما تكلمت ما انا عايز اخذ منك يعني زي نقول تلخيص والمعلومات المهمه جدا. مهمه. طيب ناخذ معنا اتصال نحن. اوكي، مرحبا. الو، مرحبا، عليكم السلام. مرحبا استاذ محمد، اهلا. أكثر التلفزيون بس. مرحبا، أسمعني من التلفون أو وقت التلفزيون. مرحبا، عليكم السلام. تمام الحمد لله. بالعافية تسلم. الله يخليك. عندك تجارب مع الطب البديل يا محمد؟ نعم نعم. أها شو؟ نعم. والله نعم، والله طبعا الكركديه والقرب والسلسل والكمون كلهم عندك تجارب معاهم ايجابيه؟ في داتا هاي هاي الكمون ده بالسلسل لو الطفل عنده التعب بتعمل له هاي بعالج الالتهاب طبعا. نعم صح. والقنقليز ده برضه علاج مفيد جدا لو جعل بطل.
فدي كلها حاجات يعني كثيره جدا من الناس قاعد يعني تستعملها في المنازل الطب البديل والاطفال. نعم شكرا لك لمداخلتك. ده حديث فعلا دكتوره هاله داخل الاستوديو فعلا قالت نفس حديثك ده واشكرك جدا. يعني زول عنده مشكله اتجه للمطبخ. نعم طيب 200 انا بحتاج امشي ابحث لشخص متخصص في الطب البديل. اذا استعصت الحكايه يعني هسي عندك حبوبه عندها كلام جميل تقول لك والله الطفل لما جوه التسنين عملي له كده, الطفل النطران عملي له كده, والله ابوكي عنده رطوبه امشي عملي له كده, عندنا حاجات موجوده يعني حبوبه بتورينا لها. لكن في حالات يا جماعه ما كلها انا بمشي على الصيدليه بتاعت المطبخ او الاعشاب او الطب البديل, في حاجات دايره دكتور مثلاً. يعني الناس تكون واعيه من الحاجه دي. يعني في امراض بتكون في المعده صعبه جدا, في امراض مثلا الحساسيه بتكون صعبه جدا, ما كل حاجه الطب البديل بيعالج عشان الناس تكون منطقيه واقعيه. وجود الدكتور مهم, بس احنا ننصف برضه وجود الدكتور في حالات مهم وفي حالات ما تتطلب انه احنا نمشي الدكتور. ممكن احنا ديلا يعني في ناس عندهم هلع بالمناسبه ولا احنا عيالين يجروا يمشي الدكتور, الفحوصات تطلع نظيفه, ممكن تعالجي من البيت. اللي هي نسب معينه من القرفه من الكركديه من الجنزبيل من النعناع من الحرقه من المحاريب, حاجات الموجوده المعروفه الموجوده في المطبخ. في بعض كمان الاطباء المتخصصين في مجال الطب البديل بيمشوا احيانا اتجاه العمل التجاري اكثر. يعني نعم. مثلا واحده ما حملت مثلا الا 10 سنين نحن عندنا لا العلاج في عشبه نعم. معينه نحن نعم. كذا فتحسي احيانا في جانب تجاري في الحكايه اكثر من انه هو اهتمام بصحه الانسان. ظهرت الحاجات دي في عين الاخيره انه اي زول عايز يشتغل في الطب البديل واي زول عايز يتاجر بالاعشاب. ليه يعني دي انا بقول دي انتهاز لنفسيه المستهلك انه مثلا المراه مثلا هاجزه وفكرها ان هي عايزه تحمل لا يعني من كده بتكون عندها نفسيات في الحته دي لا والله انا عندي اعشاب تعالي وبيستغلوا الحته دي. لكن يا جماعه بقول انه المهنه الطب البديل والمهنه الطب عموما هي يعني مهنه انسانيه. غدر الحاله اللي بيجيك فيها الزول, قدم له احسن ما عندك. اوكي انت شغال اوكي ما في مشكله, لكن الحاجه تكون ممتازه وتكون فيها مصداقيه وبتنسال منها. صحيح علاقتكم انتم في الطب البديل او اطباء في الطب البديل باطباء التقليديين يعني المعروفين نعم. وعلاقتكم بوزاره الصحه عموما كيف؟ والله انا بقول انه والله بتحصل في كل مجال ممكن تحصل الاختلافات وبتحصل الاتفاقات وما في مشكله. في النهايه الناس عايزين الفائده للجميع, فائده لنا وفائده للجميع. أيوه. وفي النهايه الناس بتمشي لقدام ما في مشكله. يعني برضه العلاقه في علاقه انا بقول أيوه. يعني بتحصل بتحصل الحاجات وفي النهايه الناس بتتفق وتمشي يعني يد في يد وخطوه في خطوه بنعدي. يعني في احتراف كامل بالطب البديل والعلاج بالاعشاب. نعم في احتراف وفي اتحاد الاعشابي موجود هنا في السودان بيقوم بادواره كامله. نعم بادواره كامله خالص. ايوه نحن دينا شنو يعني مهامه يعني الاتحاد؟ الاتحاد بيقدم يعني كوادر, بيعمل معاهد, بيطلع الناس يعني يعني متحصله على معلومات وعلى مهنه كبيره جدا, وبتكون شنو يعني عندك قوام عالي جدا وفهم وفكر انك تتعالجي بالاعشاب. اي شخص ممكن هو يكون انا اقول الليله القى نفسي عندي خبره اقوم اقول خلاص انا مثلا متخصصه في الاعشاب؟ شنو المواصفات لطبيب الطب البديل؟ انك انت تكون قادر جدا وان المواصفات والمقادير اللي انت بتطلعها انك تعالج تكون ممتازه وتكون يعني تكون مصرحه من الاتحاد ذاته, ويكون في دكتور برضه معانا في تصريح من الاتحاد. في شهادات في دراسات؟ في شهادات وفي دراسات. وعلى فكره انا عايز اقول حاجه, الطب البديل ما بينتهي, عمره ما ينتهي. يعني انت كل يوم بتقرا وكل يوم بتكشف حاجه. وانا الحاجه بقول انه ما بيضر يعني حتى الشخص العادي لو هو مش عليه ما بيحصل لك ضرر. لكن في حاجه انا عايز اقولها يا جماعه, الناس تعمل حسابها. يعني حتى في البيت اوريك كلام, حتى الاكل العادي اذا انت تناولت اكثر من المقدار بتاعه اللي هو بيألمك, الافراط في كل حاجه بيضر. انت بقدر مناسب يعني تشرب الشاي بقدر نعناع بقدر الاكل بقدر كل حاجه لازم تكون موزونه في الكون نظام. ما في حاجه طيب انا حجي اتعرف اكثر على عشبه الجنزج. نعم. اكثر بعد ما اخذ اتصال. مرحبا. نعم. مرحبا. مرحبا مرحبا اهلا بك يا صالح. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. سامعنا صالح؟ الو؟ يمكن فقدنا الاتصال بصالح. طيب نتكلم عن العشبه تحديدا, انت اكتشفتيها كيف؟ عملتي فيها شنو؟ سجلتيها؟
شنو المعاناه؟ بتولد الابداع. والله ما عانيت ما كنت اكتشفتها وعرفتها. عانيت من شنو؟ والله من ناحيه تجميليه عانيت من الشعر ومن ال هم طبعا في حاجه عايز اقول لك رشا كان سواء كده وكتجميل طبعا الموضوع ده بيكون لفت النظر شديد. صحيح. موضوع الفرد ده الفرد ده نهايه يعني دي موت للشعر. ده غير ان احنا هسه كده انتقلنا من الجانب الصحي وصحه الانسان للجانب التجميلي، ده خاص بالسيدات اللي بيتابعونا الان. نعم. وفعلا في بعض السيدات بيكون عندهم دائما تركيز على انه يكون في فرد دائما. لا الفرد انا لو انا الفرد ده خلاني اعرف الجنس يعني. انا الفرد عمل فيني عمليه بطاله جدا انتهى من الشعر خالص. فانا تركيزي على انه انا لازم اكتشف حاجه تكون طبيعيه وتخلي الشعر مفروض وتخلي الشعر طويل في نفس الوقت. وشوف انا عملت شنو. انا فكرت انه انا لو عملتها مع الودك بتاعنا السوداني حتكون نتيجه شنو. وعملت يعني العشبه شكلها كيف يا اصلا؟ العشبه تشبه الجنزبيل وعلى فكره تشبه الانسان. وكلمه الجنزج معناتها شبيه بالانسان. وبيحترموها جدا شرق اسيا، بيعملوا لها تقديس كده لان هي بيقول لك يعني هي الممده للحياه. فمن ناحيه تجميليه بتصلح البشره بتخليكي، وبعدين فيها حاجه جميله جدا بتخليك ايجابيه. ليه؟ كل ما مسحت العشبه دي كل ما كان جسمك صحي. ولما الجسم يكون صحي الفكر بيكون صحي. فبتخليك ايجابيه يعني. يعني بتنسحن بيتم تناولها زي الجنزبيل واحد مثلا؟ لا لا هي طبعا بتنسحن وبتنخلط بطريقه معينه ومغادير معينه. 120 ملي جرام بديها للزوج على حسب المعاناه اللي هو بيعاني منها. يعني انت عندك مشكله والله مشكلتي كده 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 اوكي فانا هقوم اعمل لك كده كده. وبتكون في متابعه دقيقه جدا يعني ما بتشيلي العشبه وتمشي لا. لازم تقول ليه؟ لان انت في الاسبوع والله انا عملت الجدول الفلاني، الاسبوع الثاني في جدول، الاسبوع الثالث في الرابع في يعني ما في حاجه انت بتمشي تشيل لا في متابعه دقيقه جدا مني انا. وبعدين محاربه للارهاق وللجهد بصوره رهيبه جدا. اضافه زيت الزيتون لعشبه الجنسك او زيت السمسم او زيت الذره لعشبه الجنسك وتمسح الجسم كله خصوصا الناس الكبار بتعمل طاقه رهيبه جدا بتعمل وللغضروف وللرطوبه بتعمل نشاط بطريقه رهيبه جدا. وطبعا احنا بنتكلم بصوره مختصره جدا اذا هم دخلوا النت بيلقوا معلومات كبيره جدا عن العشبه اللي هي عشبه الجنسج. يعني يتم البحث عنها والناس ممكن تعرف ممكن تعرف فوائدها يعني فوائدها رهيبه جدا سحرية. انت لم يعني انت عن تجربه شخصيه عن تجربه شخصيه وتجارب شخصيه رهيبه جدا للناس القريبين لك. ايوه حسيت شنو اكثر حاجه يعني قدمت فايده شنو هي العشبه دي؟ العشبه يعني الحاجه اللي انا فرحانه بها شديد انه يعني انا عالجتها طفل كان مشلول تماما. يعني زي ما قلت لك انه هو يعني الضمور كان عنده ضمور. وزي ما قلت لك العشبه دي هي بتعمل كالاتي هي بتشيل الاكل اللي انت بتاكليه خلال اليوم والمويه اللي انت بتشربيها بتخلي المسامات كلها فاتحه وبيمشي الاكل بتوزع على الجسم وبتكون صحيه. يعني الطفل ده انا ما عايزه اذكر الاسماء طبعا لانه لسه احنا ما استاذنا منهم احترامي لهم وبسلم عليهم هسي ما شاء الله الان يعني يتعالج ولسه في المرحله بتاعت العلاج. شنو يعني هو بيمسحها ولا بيتناولها بيشربها ولا لا مسح؟ في فرق. انت لما انت في علاج بالجنسي عن طريق الشراب وفي علاج عن طريق المسح عن طريق المسام. الجلد بيتنفس زي ما احنا بنتنفس عن طريق الفم. الجلد برضه في مسام بتتنفس. فانت لما تجي تمسحي الخلايا بتنشط الجهد والارهاق بيمشي بتحس انه العضل والاحساس والعظام بقت قويه. دي عشبه الجنسي بتعمل كده لكن بخطوات زي ما قلت لك وبمتابعه دقيقه جدا. شو طيب من الاعشاب اللي ممكن الناس يكونوا ما مركزين عليها وانت اكتشفتيها وحاسه انه لسه الناس ما عارفه فائدتها الكبيره؟ والله الجنسك لسه هنا في السودان ما عارفينه. يعني انا مركزه على أيوة. انا مركزه على الجنسك على فكره. يعني شرق اسيا وفي كندا وفي امريكا مغدسين الجنسك بطريقه رهيبه جدا وخاتينه في البيت. وهو بمثل ما قلت لك شجره من 5 لـ7 سنين عشان تلقيها قاليه. يعني سعرها قالي وانا بحاول قدر الامكان انه انا اوزن السعر هنا لانه هي جديده لسه الناس ما عرفتها. طيب يعني قصتها مثلا زي ناس الجنزبيل القرط شنو في حاجه معينه عشب معين يعني عنده اسرار اكثر وراه والناس ما مكتشفه؟ من ناحيه تجميليه مثلا؟ تجميليه وصحيه طبعا. هو طبعا القرط الشخص اللي يجي سليم معناه اكيد تجميليا. طيب القرط معروف ومن زمانك انه الالتهاب وهو نهايه لكن القرط على فكره الناس ما عارفين انه بيطول الشعر.
في اسرار في القرض رهيبه جدا. ومن من هنا بقول اي واحده تشيل القرض تسحنه تضيف عليه كوبايه معلقه من القرض وكوبايه بتاعت شاي مويه تعمل بخاخ في الفروه وعشر دقائق فقط تغسل بشامبو او صابونه بتنفع معاك. لاحظ انا ما حذكر نوع معين من الصابون لكن صابونه وانت تفهموها صابونه طبيه بتغسلي الفروه بتنشط الخلايا الميته الخلايا الدهنيه اللي ما عايزينها في الفروه وبتطول الشعر اذا واظبتي عليها. عندك فحوصات بتطلبي من الشخص مثلا يمشي يعملها ويجيكي ولا انت بالنسبه لك بتقدري؟ لا في حالات انا ممكن اعيلها اقدر انا بالعشبه عريبه وفي حالات وجود الطبيب مهم شديد. يمشي الطبيب بيجيب لي ما كده يجيك انت. على الحالات. نعم. طيب يعني لو تكلمنا عن في بعض الاشخاص رافضين تماما فكره العلاج البديل او الطب البديل ما في قناعه به بيشوف انه ده كلام يعني اذا الصيدليه ما عالجتك مثلا الطب البديل ما حيعالج. نعم. بتقولي لهم شو؟ انا بقول انه زي جبال كلمت قلت لك فيها لانه اي زول اي او مرض عايز يمشي الصيدليه عايز يمشي الدكتور عايز نحن ما ضد الكلام ده اوكي امشي الدكتور امشي الصيدليه لكن خلي كل حاجه في الدنيا موزونه خلي حياتك موزونه بسيطه جدا حاول انك انت تميز هل علاج المرضي ده عايز الطب البديل ولا عايز العلاج بتاع الدكاتره. وانا بشجع جدا الطب البديل وبشجع جدا العلاج المنزلي بالاعشاب بقدر مناسب تحت اشراف الطبيب وبرضه مع ساي تحت اشراف الطبيب. ده كلام جميل انا مهم جدا كمان اختم به الحلقه دكتوره هاله في انه ما بتستغنوا عن الطب الحديث ولا عن الصيدليه ولا انا بقول نتفق ونمشي ايوه يكون في توازن ما بين الجانبين. انا بشكرك جدا انا بس معلش عارفه انه الوقت ضيق جدا بس انا عندي ناس شغالين عايزه اشكرهم احييهم مودة سليمان ولا وسحر ولا الصادق وثوره وملجئين وكلكم ودكتوره نشا توفيق معي برضو فمعليش هم والله تعبانين معي شديد ومغدين ايوه وانا جايته والناس اللي انا ما ذكرته وكل الناس اللي بيعرفوا هذا الشيء بقول لهم ربنا يمدكم بالصحه والعافيه ويديكم في مرادكم وسمح المهله وسمح المهله وسمح العافيه. نعم سمح العافيه وبشكرك جدا شرفتينا اليوم دكتوره هاله شو وان شاء الله تنورينا في مساحات اوسع نتكلم اكثر عن الطب البديل والعلاج بالاعشاب والتجميل كمان بالاعشاب. بشكر مشاهدينا في كل مكان تابعونا اليوم في حلقتنا من برنامج في الموعد. بشكر كل اللي اتصلوا علينا والما حالفنا الحظ ان شاء الله على وعدي في حلقات قادمه يكون في مساحه للتواصل والتفاعل مباشر مع المشاهدين في كل مكان من داخل وايضا من خارج السودان. غدا باذن الله حيكون في فريق عمل جديد عبر برنامج في الموعد. انا حلتقيكم باذن الله السبت القادم على الهواء مباشره. في امان الله وحسن. See you.